بيكم، معاكم محمد عادل. اول فيديو توتوريال ليا من قناة يوك. هوريكم ازاي بنعمل كومبوستنج او فوتو مانيبيوليشن. اول حاجة علشان اعمل كومبوستنج دوت لازم اكون متصور الحاجة اللي انا هعملها او متصور الشكل النهائي اللي انا هطلعه للمنتج. طيب قبل ما ابدأ ده انا بكون محضر ايتمز اشتغل عليها، بمعنى ايه؟ انا بشوف التصور اللي انا هطلع بيه وبحط بيزد على كده الصور او الحاجات اللي انا ممكن انزلها. اول حاجة طبعا ببدأ بفتح الفوتوشوب، طبعا ده الشكل النهائي للتكوين. بعمل نيو لاير. قبل ما اشتغل طبعا لازم اكون عارف السايز اللي انا بشتغل عليه ولازم اكون عارف انا بعمله ليه. طيب انا عامه انا بشتغل على السايز اللي هو الفول اتش دي اللي هو 1920x1080. ليه؟ لان هو بيكون الكواليتي بتاعته احسن من اي شكل تاني. طيب هنسمي الفايل اي حاجه، ماشي. بنبدأ نشوف أول حاجة خالص بنبدأ بيها طبعا الأرضية اللي هي ممكن تبقى الصورة دي. ندوس انتر، نجيب الصورة شوية شمال. طبعا في مليون طريقة لطريقة القص أو إن أنت تعمل سيلكشن أو إن أنت تعمل أيا كان الطريقة اللي أنت هتطلع بيها العنصر من الصورة. انا عن نفسي بفضل البن تول لان البن تول هو انضف كواليتي ممكن تطلع بيها، ماشي. وطبعا لازم احافظ على الصوره ولازم احافظ على الشكل اللي انا هشتغل عليه علشان بعد كده لو احتجت الصوره ما غيرش فيها كتير. طيب اعمل على ديت لاير ماسك، نبدا نسلكت بالبن تول. بعدين بنعمل ميك سيلكشن، نيو سيلكشن، وبيزد على كده انا بستخدم عامه البرش في ان انا اشيل اللاير ديت نهائي. عندي برضو جزء فوق ببدا اسلكت فيه. بعدين برضو بنشيلها بالبرش. طبعا كل ما يكون السيلكشن بتاعك احسن كل ما يكون افضل. هنشيل برضو الجزء اللي فاضل ده. اوكي بعدين البرش تول برضو ونداري ده. طبعا لو عندنا شويه مشاكل في الحتت اللي احنا باينه او مثلا حتت الزرقاء اللي هي باينه ديت ممكن نبدا نصغر البرش شويه ونشيل منها. طيب ده كده الشكل القص بتاعي. دلوقتي هنبدأ نضيف الجزء ده نكمله علشان يبقى باين ان كله فريم واحد. بنبدأ نعمل لير تانية، نحولها لكونفرت سمارت اوبجكت. دلوقتي طبعا انا اللير اللي تحت ديت انا مش محتاجها، انا عندي ديت اوريدي مقصوصة. ممكن ناخد الجزء دوت، ممكن ناخده كوبي كوماند سي كوماند في ونكمل الجزء ده. ممكن ناخد منه حتة تانية ونضيفها للجزء ده، ماشي. عندي برضو نفس الكلام هنا، ممكن ناخده كوبي
كوماند سي كوماند في بعدين في عشان ابدا احرك الجزء اللي انا قطعته. طيب انا عندي مشكله هنا في الحته ديت ان هي باينه انها زي ما تكون مقصوصه، فانا بضطر ان انا ادمج كل الحاجات دي كل اللايرز دي واعمل لها راستر، وبعدين ممكن نجرب ان احنا نسلكت الجزء ده ممكن بالباتش تول ونحركه بالطريقه دي، بتبدا تدمج الجزء المقصوص بالشكل اللي انا عايزه. نرجع تاني الحته دي، طبعا انا ببدا احرك لحد ما احس ان الدنيا مظبوطه معايا. ماشي. بقيه الحتت ديت مش مهمه لان انا كده كده هضيف عليها حاجات، ممكن برضو لو عايز اظبطها شويه ممكن اعمل عليها لير ماسك. بعدين نكبر البراش شويه، نبدا نهدي الحته دي بالشكل ده. تمام كده يبقى انا عندي الجزء اللي انا هبني عليه التكوين. ماشي، حسيت ان الجزء دوت مهم بالنسبه لي تمام، فانا ببدا اقفله. ممكن امسح دي خالص انا مش محتاجها، ونبدا نشوف اللاير اللي بعدها اللي ممكن نستخدمها. عندي مثلا الصوره ديت صوره الميه، ناخدها نحطها. ماشي، بنحطها طبعا تحت اللاير اللي انا هشتغل عليها اللي هي البطل عندي في التكوين، نحطها تحت كده. عندي حتة يعني حتة كده باينة، ممكن نكبر شوية اللاير. بالشكل كده فهي دلوقتي مش باينة. ماشي، وبعدين ممكن برضو نعمل ماسك شوية بحيث ان احنا نخفي الحتت دي، نهديها شوية. نهدي شوية. ماشي، عندنا بطل تكوين دلوقتي اللي هو الدولفين. نبدأ نستخدم الدولفين. هو انا عندي اللاير بي ان جي، وعندي برضو انها لاير على وايت باك جراوند، فانا هوريكم ازاي بنقص برضو عشان مطولش عليكم الفيديو. انا عندي حاجات كتير بي ان جي هستخدمها على طول، بس هوريكم الطريقة اللي انا بتبعها عامة في القص سواء بين تول او غير البين تول. طيب انا عندي دوت على باك جراوند لونها ابيض. في طريقة اللي هي طريقة الشانلز، انا عن نفسي ما بفضلش الطريقة ديت لان انا بستخدمها بشكل تاني. طيب هوريكم ازاي. انا عندي اللاير ديت اهي، هي لاير واحدة. ماشي، بعمل منها كوبي كوماند جي، وبعدين كوماند شيفت يو عشان احول الصورة لابيض واسود. ولو حسيت ان الالوان مش متظبطه او حسيت ان درجه الاسود فيها لسه يعني ابيض شويه مع الخلفيه، ببدا اعمل كوماند ال واغير في درجات الاسود بحيث ان انا اغمق الصوره شويه وما يبقاش فيها ابيض كتير عشان اقدر افصلها عن الارضيه. طيب عملنا التكوين بالشكل ده. هنبدا نقص ازاي، هنسلكت ازاي. هنخش على حاجه اسمها سلكت color range، وبعدين ده الفيذر بتاع السلكشن. طيب انا هخليه مثلا 100، هو بيبقى مظبوط اصلا على 100، و بختار اللون الابيض تاني معلش
بختار اللون الابيض او اللون الاسود اللي انا اللون اللي انا عايز افصله، بختار اللون الابيض. اوكي بدأ، يعني هو جاب لي السليكشن اهو حوالين الدولفين. بقوم اختار المين لاير، اللاير الاساسيه، وبدوس كوماند شيفت اي عشان اسلكت انفيرس، وبعدين كوماند جي. هو كده فصل لي اللاير خالص عنه. وقبل طبعا ما اخد الايكون او اخد الايتم اللي انا هشتغل بيها، لازم احولها سمارت اوبجكت. ما ينفعش ان انا اخد اللاير وهي راستر. ماشي، ناخدها نحطها، نبدأ نصغر الدولفين شوية بالشكل ده. ماشي، عندي شوية لايرز تانية هستخدمها، بس هي اوريدي مقصوصة. صورة زي دي مثلا انا اوريدي قصتها، ناخدها نحطها برضو تحت الدولفين. وبعدين نبدأ نسلكت، نحاول البرسبكتيف بتاعها نعكسها هورايزونتال. اوكي، ونجيبها كوماند دي، نعكسها بالشكل ده ونصغرها تحت الدولفين شوية. هنا بقى ممكن أبدأ أستخدم البلندنج مود لحد ما يجيب لي أنسب كادر المية اللي هو ده. بالشكل ده كده. ممكن أضيف واحدة تانية الناحية التانية برضو. ماشي، ببدأ أعمل ليهم ماسك، أشيل الجزء دوت، نقلل شوية الأوباستي، ممكن 20 أو 30. كبر البراش، نبدأ نشيل الجزء ده. بالشكل ده كده. ونشيل التانية برضو، نعمل لها لير ماسك. ممكن نعلي شوية الأوباستي عشان نشيل خالص الحتة دي. انا مش عايز الجزء ده كله، فانا ببدأ الغيه. طيب انا كده دلوقتي بينت المية زي ما اكون داخلة مع البيت. ببدأ اعمل نيو جروب للدولفين، لان انا اي حاجة انا بشتغل عليها انا بحتاج ان انا دايما اعمل لها ليرز فوقيها وليرز تحتيها. ايه الفرق بين الليرز اللي فوق واللي تحت؟ الليرز اللي تحت بتكون عامة للشادوز، للظل، انما الليرز اللي فوق ممكن استخدمها للشادوز وممكن استخدمها للاضاءات، بان انا بعمل ريم لايت، بعمل افكتس، بعمل اضاءات على الليرز اللي فوق. طيب هنبدأ نعمل واحدة تانية من ديت، كوماند جي، ونخليها تحت، نحولها اسود بالشكل ده، وبعدين نشدها. بالشكل ده، ونبدأ نظبطها شوية مع الجسم. وابدأ اعمل لها بلور.
ونعمل لها convert smart object وبعدين نعمل لها overlay. ونهدي شوية في الأوباستي. اوكي ده كده بيكون واخد من الأرضية شوية. ممكن نبدأ نمسح شوية من الحتة ديت. وبعدين نبدأ نحط لاير تانية لشادو يكون أتقل شوية. الشكل ده كده. بنحطه طبعا تحت الدولفين. برضو يفضل ان يكون في واحدة overlay وواحدة تانية ممكن تبقى normal. ماشي. مكان الشمس دايما بيكون ورا، يعني هو في الصورة هو باين ان هو ورا، فانا هضطر ان انا اغمق الجزء اللي عندي شوية. هبدأ احط layers فوق الدولفين والينكها باللاير اللي تحتها كده. command option ومع اللاير اللي تحتها بتلينكهم، تلاقيهم مع بعض. وبعدين تعمل تغمق الحتة ديت شوية. ممكن نعلي الباستي، بدوس 5 مثلا لو انا عايز نسبة 50%. ببدأ اغمق الجزء ده. بالشكل ده. ممكن اعمل لير تانية من ديت عشان الصورة تحتها تغمق. بالشكل ده. طيب انا عندي هنا كذا حاجة تانية، كذا ايتم تاني ممكن نستخدمه. عندي الشخص ده بستخدمه ونصغر فيه شوية، نجيبه هنا. بالشكل ده. ممكن ننزل سنة بالدولفين تحت. بالشكل ده. طبعا زي ما قلت بنعمل نيو جروب ونبدأ نحط لايرز فوق ولايرز تحت. خلي ديت كده كمان زيرو عشان نرجع للسايز العادي تاني. ونبدأ نعمل شادو اللي تحت الكرسي بالشكل ده. ممكن نعمل كمان جي تاني ونخليها أصغر. تكون تحت رجل الكرسي. نهدي شوية نخلي الباستي بتاعتها أقل. نبدأ نغمق الكرسي شوية من هنا.
نربطه الأول من اللاير، نبدأ نغمق الكرسي شوية، ماشي، وببدأ أختار كل حتة ممكن يبقى ليها شادو، أحط لها شادو برضه تحتها. ممكن أعمل واحدة تانية من دي، ناخدها وأحطها هنا تحت الرجل الشخص ده. عامة أنا بخلي واحدة كبيرة شادو كبير بنسبة درجة خفيفة، وأعمل واحدة تانية صغيرة بالشكل ده تحت الرجل، ممكن واحدة تانية برضو تحت الرجل بالشكل ده، ممكن أحط لاير تاني فوق وأغمق أطراف الرجل شوية. بالشكل ده اوكي. طبعا موضوع الاضاءات ده انا ببدأ ارجع له تاني، ممكن نسمي ديت مثلا باي، ماشي. وبعدين نبدأ نشوف بقية الايتمز، ممكن مثلا حاجة زي كده خدها نقلبها ترانسفورم، وبعدين هوريزونتال كوماند تي ونصغر شوية بالشكل ده. نصغر سنة، ماشي، ممكن نحط تحتها شوية ساند كمان تي، نشوف برضو البلندنج مودز ممكن تجيب لنا ايه. ماشي، برضو نحطهم في جروب، وبعدين ممكن نضيف حاجة زي كده. ممكن نضيف حاجة زي كده في الأرض، في الخلفية بتاعة السماء. ماشي، وبعدين ممكن ناخد ايتم اللي بعدها زي دي مثلا، خليها بالشكل ده ونكبرها شوية. ماشي، وبعدين ناخد ديت، انا ممكن استخدم ديت بس انا يعني اوريدي قصصها، فممكن اخدها بالشكل ده. نخليها هنا
هعمل ديت لاير ماسك، ممكن اشيل شوية من دول، ممكن اتاخر دي شوية، وبعدين نبدأ نضيف شوية حاجات تانية، ممكن حاجة زي كده كمان تي نصغر شوية ونخلي الطائر على الخشبة دي. غالبا هنحتاج ان احنا نحرك دي كده شوية. طبعا انا عادة بحب ان انا املى التكوين، احب ان انا احط الايتمز بتاعتي كلها وبعد كده اشتغل اضاءات او اشتغل شادوز او اشتغل اي حاجة. فممكن نخش هنا مثلا نجيب برضو شادوز او نجيب سانز تحت، ممكن نقلبها. الشكل ده بعدين نعمل شوية blending mode ونبدأ نحط زي ما قلت ليرات فوق اللي هي الإضاءات. برش تول، ممكن بقى نحط شوية الأصفر أو الأورنج اللي هنضيفه فوق بالشكل ده في، بعدين نغير في البلندنج مود نخليه سوفت لايت، نحط لير شادو برضو البراش تول زي ما عملنا قبل كده، بالشكل ده ممكن نجرب في البلندنج مود اوبشنز بتاعتها برضو لحد ما نوصل لأفضل نتيجة. نبدأ ندي درجات غامقة ونغير في البلندنج مود نخليها سوفت لايت، بالشكل ده ممكن نزود شادوز اكتر، كمان تي شيفت ونصغر، ممكن ناخد واحدة تانية من الشادوز ديت، مندوس اوبشن نحرك شوية فيها بالشكل ده. حسينا ان احنا محتاجين شوية اضاءات، ممكن نحط درجة ابيض
نغير في البلندنج مود بالشكل ده، ممكن اوفرلاي. أو سوفت لايت. طيب نزوم اوت. في حاجات طبعا حسينا انها شادو قوي ممكن نظبطها، وفي حاجات تانية اللي هو لا. ممكن نعمل لاير تانية لديت ونشوف برضو مكان الشمس اللي هو هنا ونرسمها ممكن بالشكل ده. الشكل ده كده. وبعدين نخش على فلتر بلور جاوزن بلور. نقلل شوية الدرجة. اوكي ماشي. نخش على بعده. ده ممكن يكون كويس بالنسبة لي بالشكل ده. نخش على بعده اللي هو الطائر. طبعا هنبدأ نغمق الجزء ده برضو، هنعمل عليه لاير عادي، وممكن نغمق الجزء ده خالص. يفضل دايما ان انت تشوف البلندنج مود هيطلع لك ايه، لان بيبقى فيها حاجات يعني متداغمه قوي مع الشكل واللير اللي انت بتركبها. هنخش هنا، احنا مش محتاجين غير رجل الطائر. هنمسح الجزء ده، هنعلي البراش شويه، هنخليها 100، بندوس 0 طبعا عشان نعملها. هنمسح ده ونخلي بس رجله. بالطريقة دي ممكن زي ما قلنا هنعمل منه واحد تاني، نخليه تحت كوماند جي وننزل واحد تحتيه، وبعدين نعكسه بالشكل ده ونميله سنة بالشكل ده كده. وزي ما قلنا نحوله درجة اسود convert smart object، وبعدين blur طبعا هنقلل السنة شوية زي ما احنا شايفين كده. حسينا ان في حاجات مش مظبوطة ممكن نمسحها شوية. طبعا الجزء ده مش هيبقى عليه شادو فاحنا ممكن نشيله خالص، نخليه بالشكل ده. والطائر نعمل عليه layers ونبدأ نظبط اضاءاته شوية. طبعا احنا زي ما قلنا احنا شايفين مكان الشمس هنا، طبعا لسه هنضيفها بعد كده وهنظبط الاضاءات اكتر شوية في الحتة ديت، بس احنا ايه بنعرفكم الدنيا شوية فيها ايه. ماشي، بنبدأ نظبط الاضاءات بتاعت الطائر بالشكل ده كده. نبدأ نضيف على الأطراف درجة اللون الأصفر ونغير في البلندنج مود، نعملها سكرين. ممكن نضيف لير تانية لو احنا عايزين نغير شوية في درجة اللون بتاعت الطائر. الجزء ده كده ممكن ياخد درجة أصفر ونحولها برضو حاجة سوفت لايت ونهديها شوية بالشكل ده. ونضيف برضو لير تانية ممكن هنا بقى بس عكس اتجاه الشمس، يعني الناحية دي كده الشمس هي ضربة فيها عكس اتجاه الشمس. نبدأ نغمق الحتة ديت
تون الأسود، نبدأ نغمق بالشكل ده كده. بدوس طبعا شيفت بلس عشان يغير في البليندنج مود بالشكل ده، ونخليه سوفت لايت، ممكن يهدى شوية بالشكل ده. تمام، انا ده بالنسبة لي اوكي. ممكن نضيف هنا برضو سنة غوامق شوية تاني، ونهديها سوفت لايت. وطبعا هيبقى فيه إضاءة ضربة على الخشب نفسه، برضه هنختار اللون المسفر شوية اللي هي درجة لون الشمس، ونبدأ ننور الأطراف شوية بالشكل ده كده. في بعدين شيفت وبلس، ونخلي الدرجة سوفت لايت. نعمل واحدة تانية عشان برضو نغير درجة الألوان بالشكل ده كده، برضو سوفت لايت، ونهديها شوية. ممكن نضيف جزء تاني بسيط قوي لونه أبيض، بحيث ان هو يحسسك باللسعة بتاعت الشمس. اللي هي ازاي احنا بنضيف الحتة دي كده بالشكل ده مثلا، ده كده بالنسبة لي it's okay. اوكي برضو هنا ديت بقى علشان هي جزء امامي، فاحنا ممكن نخليه دلوقتي، بس هجمع دول في جروب. بالشكل ده كده طبعا حتة الفينيشنج او الكلام ده كله انا بظبطه في الاخر، لان انا مش عارف اعمله كل دلوقتي، فانا بحب اوريكم بس الاول ممكن نعمل ايه التكوين الاول، وبعد كده بيزد على كده انا ببدأ اغير في الشكل النهائي. طيب نبدأ نضيف بقية الايقونات بتاعتنا او الايتمز بتاعتنا. ممكن مثلا ايتم زي دي، طبعا هي الايتم ديت مش مفصولة، فانا هضطر افصلها. نفتح layer برضو. اوكي زي ما قلنا command J وبعدين command shift U عشان نتأكد ان درجة الاسود بقت موجودة، ونبدأ نسحب لحد ما نلاقي الشكل اتعمل. اوكي ده كده بقى اسود، وبعدين هنعمل select color range ونسلكت الابيض. اوكي بختار الايتم او نختار اللاير اللي هي الاساسيه بتاعتنا، وبعدين كوماند شيفت اي هو كده سيلكت انفيرس، وبعدين كوماند جي هو كده فصل لي الجزء اللي انا هستخدمه، وزي ما قلت كونفرت سمارت اوبجكت عشان اعرف استخدمها صح. ماشي هنصغرها شويه بحيث ان احنا نظبطها مع البرسبكتيف، و نجيبها على الأرضية. هنصغر كل الكلام ده طبعا. بالشكل ده. ماشي وببدا اعمل له دروب شادو، ممكن برضو بطريقه ديت بسيطه خالص، ونظبط فيها شويه.
طبعا لازم ارتب الفايلز بتاعتي ولازم ارتب الايتمز بتاعتي علشان ايه ما توش مني خالص الفولدر وما اقدرش اشتغل فيه. اوكي نبدأ نظبط اضاءات شوية الطفل دوت، ممكن درجة الاسود الجزء ده هيبقى غامق سنة معايا بالشكل ده، وبعدين سوفت لايت ونهدي فيه شوية. ممكن نعمل الحتة دي غامقة شوية. ونبدأ نشوف الايتمز التانية اللي احنا ممكن نستخدمها، ممكن مثلا حاجة زي كده نصغرها شوية ونعملها ترانسفورم ونخلي الشنط ديت جنب الولد دوت بحيث ان احنا نربطه شوية معاه. ممكن برضو نضيف كلب لي بالشكل ده وترانسفورم ونصغر. بالشكل ده ونبدأ نحط الشادوز بتاعتهم، برضو نخلي كل حاجة جروب، كل ما يكون كل حاجة جروب كل ما يكون أحسن. باك مثلا ماشي، هنحط لاير تحتها ونخليها دروب شادو. شكل ده كده مثلا ممكن ناخد منها واحدة تانية نكسها شوية بالشكل ده كده. نهدي شوية طبعا الجزء ده هيبقى غامق سنة. ممكن overlay اوكي، ممكن برضو ده نعمل جروب نسمي دوغ، نعمل تحتي لير اللي هي الشادو كده ونقلل اللير ديت الباستي بتاعها، ممكن نخليها كحاجة زي كده، ممكن نعمل منها كوبي تانية. ونعمل لير فوق الكلب دوت نغمق سنة وبعدين ناخد الكلب دوت نعمل منه لير تانية نخليها تحتها برضو وهنغمقها، هنعملها اوفرلاي على الكرسي. هذه ديت الدرجة التانية اهي، ممكن اكشلي ممكن ناخدها على اللاير بتاعت الولد نحطها بالشكل دوت على الكرسي. انا اخدتها حطيتها في اللاير بتاعته ونعمل لها بلير ونهديها على الاخر بالشكل ده كده. انا عندي الظل بتاع الكلب على الكرسي بتاع الولد. ماشي نبدأ نغمق شوية في اللاير بتاعت الكلب.
ممكن الأجزاء دي نغمقها شوية بالشكل ده، overlay برضو أو soft light، ممكن هنا شوية إضاءة خفيفة، برضو التون الأصفر اللي هو درجة الشمس يكون أفضل. بالشكل ده تمام. يعني انا حتى الان انا عجبني التكوين. نبدأ بعد كده نشوف ايه الايكونز التانية اللي ممكن نستخدمها. طبعا عندنا هنا حاجات كتير برضو لسه ما استخدمناهاش، ممكن حاجة زي كده مثلا ناخدها نصغرها. بالشكل ده ممكن نعمل لها جروب برضو، وبعدين نعمل لير فوقيها. وانا شخصيا انا باخد من الدرجة اللي هي اللي تحتيها على طول، او الدرجة اللي هي ماشية معاه، وننزلها عليه شوية ونغير فيها ممكن overlay. نبدأ نغمق في الجزء ده بالشكل ده كده، ونعمل لير تانية فوقيه. نبدأ ناخد بقى من درجة اللون اللي هي الدرجة بتاعت الشمس بالشكل ده. ونجرب ايه الالوان معانا في البلندنج مود، نشوف انسب حاجة. طيب انا عن نفسي ممكن استخدمها سوفت لايت، وابدأ اضيف ليرة تانية بالشكل ده، وزي ما قلت هضيف لير تاني تحتها ونخلي اللير دي تحتها. نبدأ نغمق فيها، ندي درجات الأسود كوماند تي شيفت، ونخليها تحته بالشكل ده. ماشي. طبعا كل ما اضيف ايتمز واربطهم بالتكوين كل ما يكون احسن. ماشي، زي ما انتم شايفين كده التكوين بدأ يظهر. ممكن اخد حاجة برضو زي دي كده واعمل لها واحدة تانية برضو. جروب تاني نبدأ نصغر فيه. بالشكل ده. طبعا عشان نربطه شوية مع التكوين احنا ممكن نبدأ نقص فيه، نعمل له layer mask ونقطع منه الجزء ده. بالشكل ده بحيث ان احنا نبينه ان هو ورا الترابيزة. ممكن نتخرش شوية بسيطة قوي، ونبدأ نحط له برضو الضل والنور بتاعه من الجزء ده. بلندنج مود، ونغير برضو فيها overlay، ونحط لاير تانية تحتيه. كمان تي
ده الضل بتاعه بالشكل ده. ممكن ناخد الماسك ده نكررها بحيث ان هي تقطع معانا هنا. بالشكل ده. وزي ما قلت دايما اي حاجة بيكون فيها لير دايما فوقيها ولير دايما تحتيها. اللير اللي تحتيها عامة بتكون الحاجة اللي احنا هنستخدم فيها الضل، الحاجات اللي هي الغامقة. انما الفواتح والاضاءات اللي هي بتبقى منورة قوي بيفضل انها تكون ليرز فوقيها. ماشي، هنحط لير تانية فوق. نبدأ ناخد الجزء اللي متأثر قوي بالشمس، نبدأ نغير فيه برضو ونحوله سوفت لايت. اوكي، في هنا برضو الجزء ده هيبقى متأثر بقى شوية باللايت. يعني زي ما قلنا الحتة دي هتبقى منورة معانا، فاحنا نبدأ ناخد الصن افكتس والحاجات اللي هي ليها علاقة بالشمس نبدأ نحطها. نشوف برضو الايكونز اللي احنا حطيناها هنا ايه والحاجات اللي احنا استخدمناها هنا ايه. مثلا حاجة زي كده لو اخدناها بالشكل ده وحطيناها هنا، كده مثلا نعمل لها لير لير ماسك. نبدأ نمسح الحاجات اللي باينة فيها شوية. ندي تون تاني فوقيها، لير تانية فوقيها برضو سان افكت شوية مسفل، خليها فوق الحاجة بالشكل ده ونعملها بلندنج مود سكرين مود كده. نبدأ ننور شوية الإضاءات هنا. بالشكل ده. ونعملها برضو سكرين مود. ممكن نهدي الضوء شوية. طيب هنبدأ نشتغل في الجزء اللي هو متعلق بالدولفين شوية لأنه لسه الإضاءات طبعا مش متظبطة فيه. طيب أنا ممكن ألم دول كلهم كده في جروب. ماشي، نخش مثلا على الدولفين. الدولفين نبدأ نحط عليه layers ونبدأ نظبط الإضاءات بتاعته. أنا ممكن مثلا هنا عشان الشمس أو تأثير الشمس ببدأ أحط هنا إضاءات شوية بقى من درجة الأصفر. بشوف الأطراف فين وأبدأ أحط عليها layer اللي هي بتاعة تأثير الشمس أو درجة الشمس. وزي ما قلت هعملها blending mode screen option، بدوس V وبعدين Shift و Plus بغير في Blending Mode. نبدأ نهدي سنة بسيطة. ممكن أزود سنة في درجة الأصفر برضو بالشكل ده. ونخليها Soft Light بالشكل ده. ماشي، وبعدين طبعا بعمل لير برضو ممكن فوقيها تاني
اللاير ديت بتبقى ابيض ونخليها مثلا 100. نبدأ نشوف الطرف بالظبط نمشي عليه. بالشكل ده ونغير في البلندنج مود برضو نشوف درجة تكون هادية. سوفت لايت مثلا او اكشلي ممكن نخليها نورمال ونهدي شوية في الاوباستي بتاعتها بالشكل ده. ان احنا نضيف شوية ايتمز تانية زي مثلا حاجة كده كورن في بيبسي في كورن برضو ماشي. ممكن حاجة زي كده نصغرها برضو نحطها بالشكل ده. طبعا يفضل انها تكون بعد مستوى رجل الولد علشان تبقى باينة انها قدامه. ممكن نجيب الكلب شوية قدام دي برضو. طيب نعمل جروب بوكورن. هنعمل برضو لير فوق ولير تحت نفس الطريقة. نعمل شادو ونسكيو ونخليها تحت اللير نهديها شوية نحسن من الشادو تقيل. نعمل لير فوق على البوبكورن ممكن في الجزء ده ونخليه مثلا هارد لايت نهديه شوية بالشكل ده. أبقى أنا كده عندي أول جزء. ممكن نحط واحدة تانية منها بوب كورن ممكن نقلبها شوية ترانسفورم ونصغر فيها ونخليها ورا رجل الولد بالشكل ده. نعملها جروب بوب كورن وزي ما قلنا لاير فوق ولاير تحت بالشكل ده. ممكن تبقى هارد لايت ونقلل شوية بالشكل ده. طيب عندنا شوية ايتمز تانية برضو ممكن نستخدمها في ديت. ممكن برضو ندي شوية اكشن شوية في الموضوع ان احنا نخلي زي ما يكون الولد وقع منه الكنز او وقع منه الحاجة اللي بيشربها يعني في اكشن في الموضوع شوية. طيب هنخليها قدامه. طبعا احنا بنشوف يعني النسبة والتناسب برضو مع ايده يعني ايده مثلا قد كده فبنحاول نظبطها شوية مع ايده ممكن بالشكل ده. وممكن نقعد شوية برضو ممكن نصغر دي شوية شوية بسيطة بالشكل ده.
كده مثلا عندي الجزء ده طالع برضو شوية، ممكن نخفيه خالص. اوكي طيب نرجع تاني للجزء ده زي ما قلنا. طيب انا عندي الحتة دي حاسس انها فاضية شوية، فانا ممكن اضيف فيها حاجة. ابدأ اشوف برضو الايتمز اللي انا ممكن احتاجها هنا. عندي ايه تاني ممكن يكون عندي؟ مثلا لوحة زي دي هي اوريدي جاهزة بالشكل ده ومقصوصة، هنصغرها ونحاول نظبطها بالبرسبكتيف اللي هو بتاع الحيطة بالشكل ده. بندوس كوماند ونصغر شوية أو نغير النسبة شوية، ممكن نميلها سنة بحيث إنها تكون في نفس مستوى الكنبة علشان تبقى مظبوطة معاها بالشكل ده، ونخليها برضو في الليارات اللي تحت اهو. طيب في عندي هنا لايتنج وهنا وهنا كلهم جايين على اللوحات. طيب هعمل ايه؟ هضيف لاير برضو فوق، ممكن اعمل الجزء ده كده بالشكل ده واحط نفس الدرجة على اللوح. ماشي، ممكن اعمل منها واحدة تانية واخليها برضو في الجزء ده، واعمل واحدة منها تانية في الجزء ده، ونهدي الدرجة بتاعتهم ونعمل لهم نعمل لهم بلور، ممكن لازم بلور بالشكل ده. وممكن نقلل فيهم شوية كده، واخدين شوية من نفس التون. ممكن نضيف لده شوية شادو كده مثلا، وممكن نديها شوية رمادي خفيف من الحيطة بنفس الطريقة دي كده، ونخليها soft light، وبعدين نهديها شوية ممكن 40. طيب انا ممكن اكون مسرع شوية الريتم بتاعي، بس هو عشان الفيديو طويل جدا فانا محتاج ان انا اكون اسرع من كده، ومحتاج ان انا انفذ برضو بسرعة. طيب بعد كده هبدأ اشوف الحاجات التانية اللي ممكن اضيفها، ممكن مثلا حاجة زي كده ونصغرها بالشكل ده. خلي الطائر برضو بالشكل ده. نعمل لير برضو نسميه بيردز. نضيف شوية طيور برضو بالشكل ده، ده احنا ضفناه. ممكن حاجة زي كده. كل الحاجات ديت يا جماعة انا كنت قصصها قبل كده طبعا وحطيتها عشان الموضوع بس بياخد وقت، فاحنا عايزين نظبط الدنيا. عندي هنا برضو في مشكلة شوية في اللاير. البست بتاعتها شوية
صغرها شوية. دي ممكن نعمل الباست بتاعتها شوية ونحط عليها لير صفرة نفس تون الشمس سوفت لايت. ممكن نقلل درجة الأسود سنة كوماند يو ونفتح التون شوية. اوكي ممكن برضو اضيف لسه شوية ايتمز تانية، حاجة مثلا عندي هنا طيور كتير، ممكن اضيف حاجات كتير جدا، وعندي حاجات ايتمز كتير قوي ممكن استخدمها في الاضاءات وفي غير كده. بس so far ممكن مثلا احط حاجة زي كده برضو سماعة بالشكل ده. نخليها في النص بينهم. بالشكل ده ونصغر سنة البرسبكتيف برضو ممكن بالشكل ده، ونكرر واحدة منها تانية بس هتكون برضو مستواها تحت شوية عشان تبقى مظبوطة. بالشكل ده ممكن نخلي دي كده قدام شوية. طيب ممكن برضو نجرب البلندنج مودز بحيث ان احنا يبقى واخدين من نفس التون بتاع الحيطة كده مثلا، و ندي سنة ابيض من نفس درجة الحيطة بالشكل ده وسوفت لايت. اوكي طيب نعملهم برضو في جروب، نخليهم تحت شوية. اوكي ممكن نشوف برضو ايه الايتمز التانية اللي احنا عايزين نضيفها، ممكن مثلا حاجة زي كده ونخليها تحت خالص. الشكل ده برضو ممكن حاجة زي كده. بالشكل ده دلوقتي بعد ما وصلنا المرحلة ديت انا ببدأ احط اللمسات الاخيرة او التقفيلات الاخيرة. يعني ايه؟ انا ببدأ اشوف الحاجات اللي ناقصاني سواء اضاءات سواء الوان سواء اي حاجة، وببدأ اظبط فيها التصميم. طيب يعني انا مثلا هنا ممكن اكون وصلت المرحلة لطيفة، فببدأ اشوف بقى ايه الحاجات اللي ناقصاني. طبعا في حاجات بتدي عمق وفي حاجات بتبقى قريبة وفي حاجات عميقة، يعني فالحاجات القريبة لازم يكون اوت اوف فوكس. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا جيت هنا عملت بلور موشن بلور للشجره شويه، ممكن خلي الهزه بتاعتها خفيفه كده مثلا. الشكل ده ممكن نخلي حاجات تبقى مش يعني مش مهزوزة، لأن معظم الحاجات اللي تبقى مهزوزة ورق الشجر أو كده. فممكن وصلنا لمرحلة شوية ممكن
اديها سنة بسيطة. نفس الكلام ممكن نطبقه على دي. سوري، ممكن نطبقه على دي. بنشدها طبعا بأوبشن ونطلعها نحطها على اللير اللي فوق. اوكي، وعندي برضو الدولفين. هنا ممكن علشان أبدأ أبين إن هو واقعي أكتر، ممكن أبدأ أغير حركته شوية، نخليه بالشكل ده ونبدأ نعمل له موشن بلور في حتت معينة. بمعنى إيه؟ أنا ممكن أجي أعمل موشن بلور مثلا عليه كله بالشكل ده، وابدأ اشوف ايه اللي انا مش محتاجه في موشن بلور هنا وابدأ اشيله. يعني مثلا الجزء اللي فوق ده كله انا مش محتاجه بالشكل ده. نقلل بقى الجزء ده شوية لان الجزء بتاع الديل ده هو اللي بيتحرك بالشكل ده. نهدي سنة بسيطة كمان. كمان سنة بسيطة. ماشي، وبعدين برضو عندي الجزء اللي فوق ده ممكن نعمل فيه حاجة برضو بنفس الطريقة. بلور، موشن بلور، نحركه سنة بسيطة. طبعا انا مش عاجبني لونه فانا ممكن اطفيه شوية، خلي اللون بتاعه كده، ممكن نكبره شوية. بالشكل ده ممكن نغير شوية في الطفل، ممكن نعمل فيه برضو شوية حاجات. ممكن نعمل لاير هنا نغمق الجزء ده. اوكي، وبرضو بلاش ان هو تبقى نورمال، لازم تبقى اوفرلاي مثلا. او سوفت لايت، ممكن نخليها سوفت لايت. بعد كده ممكن نضيف عليه برضو شوية اضاءات، سواء الدرجة الصفراء اللي هي درجة لون الشمس او الابيض. ممكن حاجة بالشكل ده كده شوية. نخليها لايتنينج او نخليها سكرين ونهدي فيها شوية. طيب بعد ما وصلنا المرحلة ديت ممكن نوصل برضو ان احنا نخش على الطائر، نغير فيه. عندنا الطائر ده ممكن نديله شوية موشن بلير علشان ايه، نحس ان هو بيتحرك حاجة زي كده. وبنشوف برضو الجزء اللي احنا مش محتاجينه يكون بيتهز. معنى ايه انا عملت كده؟ فهو كده دلوقتي باين ان هو بيتحرك شوية. طيب بقية الطيور بقى، يعني احنا ممكن برضو نعمل نفس النظام، بلور، موشن بلور بنفس الشكل ونصغره شوية. ممكن نهدي دي سنة. بالشكل ده. طيب في ايتمز تانية ممكن نضيفها برضو زي الطيور، حاجة زي كده ممكن نضيفهم شوية برضو.
نخلي حاجة زي كده مثلا، ممكن تبقى على الطرف، ممكن نخليها على الكنبة، ممكن نخليها على أي حاجة بالشكل ده. ممكن مثلا نخليها هنا. نفتح التون بتاعها شوية ونعمل لير فوقيها برضو بنفس الدرجة الصفراء. اوكي ماشي. دلوقتي بعد ما وصلنا المرحلة ديت، يعني احنا كده انا شايف ان الفيجوال تمام، شايف ان الفيجوال كويس، ممكن ان احنا نقفل فيه بقى الوان، اضاءات، اي حاجة. ممكن نبدأ نحط طبعا ريش، يعني ممكن مثلا حاجة زي كده. عشان يبقى فيه ترابط أقوى بالموضوع، حاجة زي كده، حاجة زي كده. طبعا هوريت لكم طريقة القص ازاي. حاجة زي كده. حاجة زي كده. طبعا في القريب وفي البعيد، في الصغير وفي كل حاجة يعني. بالشكل ده ممكن نعمل لواحد برضو نفس النظام موشن بلور، نوصل لهنا برضو لنفس المرحلة اهو بالشكل ده، ونكررها كذا مرة تحت، بنشدها و Alt. بس طبعا ممكن يصغروا شوية. بالطريقة دي طبعا احنا حتى الآن وصلنا لمرحلة كويسة. وممكن نغمق سنة تحت الدولفين برضو بنفس الطريقة. و شيفت ونحطها تحت الدولفين بنفس الطريقة كده. يعني حتى الآن أنا وصلت لمرحلة كويسة، ببدأ بعد كده إن أنا أفنش الشغل بناء على اللي أنا وصلت له، أو بناء على المرحلة اللي أنا وصلت لها. بس طبعا هي الفكرة كل ما تظبط إضاءات، وكل ما تظبط شادوز، وكل ما تظبط يعني الألوان بتاعتك، كل ما يكون الكواليتي بتاعك أحسن. بمعنى إيه؟ إن أنا هنا مثلا ممكن تبقى الشمس ضاربة شوية، فأنا ممكن أضيف هنا التون الأصفر ده، باخد درجة اللون، أو ممكن أنا أسلكتها على طول بالشكل ده وأخليها مثلا 60. ممكن كده التون دوت بالشكل ده، ونخليها برضو اوفرلاي او سوفت لايت. طيب نشوف فرق كده. طيب نخليها سكرين.
بالشكل ده، وبعدين نشوف لو في اي افكتس تانية كنت مجمعها. في هنا برضو ممكن حاجة زي كده نحطها فوق خالص. بالشكل ده وين هديها شوية بالشكل ده. طيب حتى الآن أنا وصلت لمرحلة كويسة ماشي. ممكن بقى بعد كده نبدأ نظبط الألوان شوية. ممكن أنا بالنسبة لي شخصيا بحب أستخدم الكالر لوك اب. ممكن نبدأ نغير بقى في الألوان ونشوف مثلا أنسب حاجة. ممكن نخليها ورم شوية، ممكن وينتر، ممكن حاجة زي كده ونهديها شوية، نخليها بالشكل ده. نعمل سوليد كولر برضو عشان نظبط ألوان شوية. نختار درجة الأسود اوكي، بعدين سوفت لايت ونهديها لخمسين أو أربعين، ونخلي الجزء اللي جوه عشان منور هو اللي ممكن نلغيه. فاحنا بنعمل ماسك وبنهدي الجزء اللي جوه شوية بالشكل ده. ممكن برضو أضيف شوية إضاءات بالشكل ده، بعدين سكرين ونهديه شوية بالشكل ده، وممكن نعمل جريدينت برضو باللون الأسود بتاعي اوكي، ننزله تحت سنة بسيطة بالشكل ده. تمام، اوكي، ممكن نظبط شوية في الإضاءات الوان، نقلل الكونتراست شوية. تمام، طيب اوكي، هو في كرابس هنا وفي حاجات انا ممكن اضيفها بس انا افضل ان انا مضيفهاش حاليا. ف طبعا هقفل على كده، وممكن نبقى وصلنا مثلا المرحلة النهائية. بنبدأ نعمل كوماند الت اي عشان نقفل اللير، وبعدين ممكن نخش على فلتر. اول حاجة طبعا بعملها لما باجي اخش على كاميرا رو فلتر، انا بعمل اوتو عشان اعرف هو عايز مني ايه. يعني انا بعرف الاول هو الوانه او ايه الحاجات اللي هو محتاجها مني. ادي اهي اوتو، وببدا اشتغل على الاوتو اللي هو طلبها مني. ممكن نهدي سن الاصفرات، نخلي فيه درجه ازرق بسيطه، نهدي شويه الشادوز، ممكن نلعب في الألوان براحتنا اوكي، وممكن نعلي شوية الهايلايتس بالشكل ده. بنعلي شوية الديتيلز عشان الملمس يبان والشكل يبقى واضح ماشي. ممكن نغير درجة الأزرق شوية تبقى أكوا بلو، لأن أنا بحب الأكوا بلو بالشكل ده.
وبعدين نخش هنا على الإفكت شوية، ممكن نغمق الأطراف بالشكل ده. اوكي كده، ده افتر وده بفور. ماشي، ممكن نعمل واحدة منها تانية ونخلي نخليها هاي باس، هنقلل شوية النص ونخليها linear light ونقلل شوية. وكده يا جماعة أكون وصلت لآخر الحلقة وأكون وصلت للنتيجة النهائية. أتمنى أن يكون عجبكم التصميم، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية مع هيوك ومحمد عادل. شكرا لكم.